بركة الله في الشوط الثاني فتحت البوابات وانطلقت الجهاد والأفراس المنتجة محليا عمر السنتين التي لم تربح مشاهدين الكرام في شوطنا الثاني على مسافة 1200 متر على جائزة طلال بن عجرش السبيعي رحمه الله أحد الرواد الذين دخلوا الرياض مع جلالة المغفور له بإذن الله تعالى الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن طيب الله ثرى. وكما نشاهد في هذه اللحظات طنخ في مقدمة الجهاد في هذا الشوط مع محاولات من الوسط الآن المتحدي المحاولات تأتي كذلك من 11 يعتمد أن في المركز الثالث التقدم للمتحدي والمركز الأول لطنخ في هذه اللحظات مع الاقتراب من المنعطف الأخير في هذه اللحظات والخط المستقيم في هذا الشوط شوطنا الثاني التنافس الخروج من هذه الفئة فئة الخيل التي لم تربع طنخ في المركز الأول مع محاولات تشاهدها المتحدي الآن في المركز الثاني طنخ المتحدي يتقدم مع محاولات من بشير الفرح الآن طنخ يتقدم بقيادة صباح الشمري المركز الأول ويحافظ على المركز الأول في الظهور الأول لطنخ الآن بن ولد درشان لسعد الجنيدي في هذه اللحظات الدخول يأتي من الخارج الآن لبشير الفرح وطنخ يحاول بشير الفرح يحاول وطنخ يحاول المركز الأول ما شاء الله تبارك الله المركز الأول لطنخ بن ولد درشان في الظهور الأول لطنخ في سباقات الفرق.